صباح جديد بيوم جديد وكلنا أمل في بكرة بقدرة المولى عز وجل. اهتمامنا بأسناننا ما بقاش رفاهية، بقى ضرورة لسلامتنا الصحية وكمان النفسية. بعد سنوات طويلة من إهمالنا لأسناننا نلاقي بقنا حجرة من غير سكان، منها المكسور ومنها المخلوع ومنها المسوس، ما نلاقيش قدامنا إلا أكل كل طري ومهروس، كمعاناة شاب مسن في العشرين واللي بيبحث كمان عن ابتسامة هوليوود مش هيلاقي قدامه إلا زراعة الأسنان في حالة عدم وجود أسنان. زراعة الأسنان أحد الحلول التعويضية البديلة لتعويض المفقود من أسناننا. هتكلمنا في ده النهاردة دكتور رضوى علام استشاري الفم والأسنان. أهلا بيك يا فندم، نورتينا. أستاذة مي، أهلا بيكي. أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. الأول بحب أصبح عليكي أستاذة مي وأصبح على السادة المشاهدين، وإن شاء الله مبسوطة كده إن أنا معاكي النهاردة. صباح إن شاء الخير الله. والجمال صباح عليكي الفل، ومنورة. صباح السعادة عايزة عليكي. حضرتك تكلميني عن تقنية زراعة الأسنان. أشكرك الأول إن تطرقتي للموضوع ده، لأنه ده أهم حاجة دلوقتي في مجال طب السنان. ده عالم لوحده، عالم الزراعة، زراعة الأسنان. بصي، هو الزراعة حاجة بسيطة جدا، عملية بسيطة جدا، بنعوض بيها جذر السنة المخلوع. تمام. تمام. فبيكون شكله أسطواني أو مخروطي وبيتصنع من مادة التيتانيوم. تمام. تمام. فمادة التيتانيوم دي اخترعها، اكتشفها عالم زمان من سنوات طويلة. اكتشف ان المادة دي الوحيدة لما بتدخل جوه العظم، العظم بيتخيلها عظم فبيجري بسرعة عليها ويلتحم بيها. بالضبط. تمام. ودي اساس عمليه الزراعه، الاوسيو انتجريشن، اللي هي تمام. الالتحام العظمي للزرعه. زراعة الأسنان دي حاجة عظيمة جدا لأنها بتحل مكان الأسنان الطبيعية، بس طبعا. مفيش أفضل برضو من خلقة المولى عز وجل، فاهتموا بأسنانكم. ايوه عايزاك يا دكتور مظبوط. تقول لنا أنواع زراعة الأسنان إيه؟ عندنا نوعين، نوع اللي هو ديليت سيرج، ديليت امبلانت. تمام. ده تو تمام ستيج، تمام ومعانا الايميديت امبلانت ده وان ستيج. نفهم تمام الساده المشاهدين بقى الموضوع ده لانه صعب شويه. احنا بندردش معاهم وبنفيدهم في نفس الوقت. تمام. حضرتك الزراعه اللي هي المتعارف عليها التقليديه جدا، اللي هي تمام بتتم عن طريق خطوتين. اول خطوه المريض بيجي بيقول لي يا دكتوره انا عايزه ازرع، انا خالع سنتي وعايزه ازرع مكانها، هعمل له تمام ايه؟ اول حاجه هنشوف صحه الفم واللثه الاول، هل في جير، هل في تورمات في اللثه، هل في خراريج، هل في المشاكل دي كلها، عشان دي لازم تتعالج الاول قبل ما نقول زراعه. تمام تمام. كل حاجه تمام ومظبوطه، بنطلب اشعه اسمها كوم بيم سي تي. الكوم بيم دي اساس زراعه الاسنان، تمام اشعه ثلاثيه الابعاد تمام بتبين لي حجم العظم اللي انا هزرع فيه، كثافته، السمك. كثافة العظم مهمة جدا في عملية جدا جدا الزراعة، جدا. في حالات من الكثافة بنستبعدها، وفي حالات من الكثافة بنقول دي زراعة فورية. زي مريض السكر اللي هو طبعا طبعا. uncontrolled طبعا طبعا. ما ينفعش يعمل لا زراعة ما أسنان، ينفعش، ده من ضمن بتفشل. الحالات، طبعا ده من ضمن الحالات اللي احنا طبعا. نقول ما ينفعش انما نعمل مريض زراعة السكر أسنان. عموما هو يمكن اكتر الناس اللي بتيجي تزرع عندي في العيادة مرضى سكر، لان معلش أكثر حاجة بس بيكون controlled. تمام. بنعمل السكر التراكمي والنتيجة بتكون كويسة جدا، فبنزرع طبيعي جدا زيه وزي اي مريض. بالعكس ممكن نتيجته تبقى افضل من اي مريض، تمام. نتيجته هايله الخطة يعني. العلاجية دي أهم حاجة طبعا. بيضعها الطبيب تبعا للحالة اللي معاه. تمام. انت اللي بتختاري وانت اللي بتحددي وعلى طبعا. أساسها هتنجح عملية الزراعة أو لا. وأنا شفت عندك ما شاء الله حالات حبيبتي رائعة، معانا الصور بتاع الدكتور نزلها على الشاشة تمام معانا. تمام أوكي منتظرينك. تمام أوكي مفيش مشكلة. طيب خطة الزراعة طيب بتاعت دكتور احنا رضوى ايه مع مرضاها؟ انا ومريض يجي بناء يقول لك على مثلا انا عايز اعمل زراعه، انت بتوجهيه ازاي؟ ايه المناسب ليك؟ ايه اللي ينفع؟ ايه اللي ما ينفعش؟ قولي لي التفاصيل عامله ازاي؟ هو عموما بنشوف الميديكال هيستوري بتاعه، بنشوف هو التاريخ فيه الطبي. التاريخ الطبي بتاعه، ده اهم حاجه. برضه بنعمل اشعه ثلاثيه الابعاد، بناء تمام. عليها بنحدد مقاس الزرعه اللي هندخل بيها في العظم. المقاس، اوكي الاتجاه، تمام. الزاويه، ده كله عالم احنا مش عارفينه في بق المريض، لازم اشوفه اوكي تمام. بالاشعه ثلاثيه الابعاد الاول. اوكي وبناء عليه، لان في الزراعه عمليه الزراعه بيفرق معاها الملي والجزء من الملي. تمام. اوكي اوكي اتفضل. وبعدين احنا بنبتدي نشتغل على طول الخطوه الاولانيه. تمام. الاولى اللي هي بنفتح ونحط الزرعه في العظم، تمام وبعدين بنقفل تاني. تمام. سوتشر غرزه واحده،
تمام. وممكن عمليات بنعملها من غير جراحه خالص، من غير فلاب، ما بنفتحش. بيقلقوا والناس بتقلق قوي من الشق الجراحي. انا انا اولكم اللي بخاف من طبيب الاسنان. بميل للفلابلس، الفلابلس دي بس عشان اعمل ما اعملش جراحه. تمام. لازم الصور معانا يا دكتور دلوقتي، اكون مخططه كويس. عقبلنا بقى دي اول ستيب معانا دي طبعا، لان المريض ما فيش ورا حاجه ان هو يركب عليها، تركيبه ثابته. تمام. ده حالته ايه؟ لا دي مريضه عاديه خلعت من سنين، اتفاجئت ان هي مش عارفه تاكل خالص على الناحيه وقفت. طبعا بيعمل ترهل في عظم الوش، يعني طبعا تحس ان العضله من ان هي مش بتشتغل فترهلت. وكمان فاضطرينا ان احنا اللي بيروحوا يعملوا بوتوكس وفيلر دوت اساسه اسنان. اساسه اسنان، لو ما عليكش اسنان، لو ما زرعش اسنان، مش الحاله مش بتت معلومه مهمه جدا. اتفضلي. فدي حطينا زرعتين وعلقنا عليهم التركيبه. تمام. تمام. دي المريضه دي جايه بتخلع كتير في الفك العلوي. حطينا زرعتين. عندها كام سنه؟ عندها اي مشاكل 50 صحيه؟ 50 سنه؟ لا خالص ما شاء الله، يعني الحالات اللي بتجيلي كلها لا. نرجع للصوره تاني، نرجع للصوره الاولى تاني عشان الميديكال الدكتور هيستوري تلحق. بتاعهم رائع. تمام. فما شاء الله دي خدت 3 شهور معانا شغل. تمام. وطبعا عملت لها الزرعه من غير فتح جراحي، فدي من كانت غير جميله. فتح لا جراحي. لان كان عندي حجم العظم حلو قوي. امتى بتلجأي للجراحه؟ حالات لما ايه؟ يكون في العظم الكثافه بتاعته مش كويسه، دي 3 دي 4 دي 5، بيكون عندي تلجأي لجراحه بتحطي زي دعامه كده؟ ايوه طبعا طبعا. وممكن لو عندي العظم مش كتير حجم العظم، لو وبحتاج ساعات جراحه، لان لازم احط بعمل حاجه اسمها بون جرافت، تمام. عظم صناعي، لو عندي حجم العظم اللي هزرع فيه مش كتير، بيدعم العظم الطبيعي عشان خاطر يحصل التئام. التئام تمام. والزرعه تبقى ستيبل اكتر. دي طبعا واحنا بنربط الزرع اللي هو بالجهاز بتاعنا الجميل اللطيف. نتكلم عنه. ما هو نظام حفر الزراعه بتتعمل ازاي؟ بنجيب في موتور بيبقى فيه دريل بارقام معينه. تمام. حسب كل شركه هم بيشتغلوا بيه. فالشركه بتاعتي طبعا احنا بنشتغل دريلات بسايزات معينه، بناء طبعا بنبقى محددين من الاول من الخطه العلاجيه السايز بتاع الامبلانت. طبعا ده الامبلانت وده الجزء انتي الخارجي. محضره لنا ايه النهارده؟ محضره يا ستي، دي الاول، دي حاجه كده للساده المشاهدين. شكل الامبلانت طبعا هي مكبره جدا، يعني هي في مكبره يا جماعه، ما بتبقى تخافوش، حاجه صغيره، ما تخافوش. تمام. فيها سريشن، سريشن دي اللي هي الخطوط دي عشان تمسك في العظم. تمام. ومصنوعه طبعا من قلنا من التيتانيوم. تمام. عشان يحصل اوسيو انتجريشن، العظم بيدخل جواها. تمام. فمتخيله المنظر ايه؟ يعني يعشق فيها، بينسجموا مع بعض. فدي ثبات الزرع، ده الشكل بيكون مستوني، ودي الجزء اللي بيركب الاباتمنت فوق الزرعه. تمام. دي بنعملها في يعني في المرحله الثانيه من الزراعه، بنفتح ونحمل الزرعه، وبعد كده بيركب فوقها الكراون اللي هي السنه المخلوعه. تمام. تاج السنه المخلوعه. بناخد وقت قد ايه؟ بصي هي دلوقتي بقت سريعه جدا. تمام. التكنولوجيا الحديثه والكلام ده خلتها فعلا دقايق، زي ما يعني من 10 دقايق ل 15 دقيقه. يعني ممكن في وان فيزيت نعمل ده؟ لا، وان فيزيت نحمل الزرعه بقى. في امديت امبلانت طبعا زراعه فوريه. تمام. ممكن مريض يبقى داخل سنته مخلوعه، انا اقول له نطلب طبعا الكون بيم الاشاعه. سنته لسه مخلوعه. تمام. ليه بتحطه على طول بعديها؟ بيحصل اوسيو انتجريشن. لما نحملها على طول بيحصل التحام في العظم رائع. تمام. طبيعي. طبيعي حاجه كده من عند ربنا. وبعدين دي برضو طبعا لازم يكون عندي من الاول، انا برضو عملنا الاشاعه لقينا كثافه العظم دي 1، حجم العظم كبير جدا، واحنا بنربط الامبلانت في قوه بوصل لها، خلاص ده تمام، ده يعيش العمر، ده ممكن يتحمل دلوقتي. تمام. طيب عايزاكي تكلمينا كده تفصيليا عن خطوات زراعه الاسنان، تفصيليا واحده واحده واحده. تمام. هي الفكره احنا بنشتغل الاول زي ما قلت لحضرتك بفحص شامل للسنان واللثه. تمام. بنفتح فتحه بسيطه، بنحط الامبلانت، وساعات ما بنفتحش حسب الحاله، ومعظم الحالات دلوقتي ما بنفتحش عشان بس الساده المشاهدين ما يستصعبوش الموضوع. احنا بنعيد تفصيليا عشان اللي لسه فاتح التي في دلوقتي. ايوه. وبنقفل عليها لمده من 3 شهور حسب نوع العظم. ليه الوقت لحد ده؟ 6 شهور. ليه التايم ده؟ ليه؟ عشان يحصل اوسيو انتجريشن، التحام في العظم. كل ما تسيبيه، يعني انا افضل
الديليد امبلانت، الزراعه اللي هي العاديه، ما بفضلش الفوريه. الفوريه ممكن لو عملتي لود عليها بالاكل العظم بيبي بون، يعني عظم لسه متكون فضعيف تمام شويه. تمام. تمام فانا بقول لحضرتك يعني حطينا الزرعه قفلنا عليها، بنيجي 3 شهور نفتح فتره صغيره خالص، يعني المريض ما يعني ما بيحسش بالم خالص، وبنحمل بنحط الاباطمنت. تمام. ناخد مقاس نجيب له السن. تمام. تمام. بالنسبة بقى للبين، النقطة المهمة قوي، أنا خالص أولكم بخاف خالص جدا من خالص، لا لا طبيبة لا الأسنان، خالص ما طمنينا. بتوجعش خالص، ومعايا كل المرضى يعني ما شاء الله زي الفل. الموضوع يعني الخلع بنقول ان هو اصعب من طب الزراعه الأسنان تطور بطريقه بطريقة فظيعة، فعلا فعلا، دي وخصوصا حقيقة. في مجال الزراعه، لان دلوقتي في النيو تكنولوجي في الزراعه عاملين لنا على يعني ما الكمبيوتر، تحسش بنقدر بألم خالص. خالص خالص خالص، وبنقدر بقول لحضرتك على الكمبيوتر بنجهز جهاز اسمه سيرجيكال جايد، يعني بنحطه كده تمام، وبيبقى مفتوح فتحات صغيره مكان الزرع بالملي، بالملي بندخل فيه خلاص كده احنا ده زرعنا بالظبط بيعتمد على دقايق 3 4 دقايق خلاص، ده بيعتمد على مهارة الطبيب. مهارة الطبيب وتحضيراتنا قبل العملية، تمام وكله كمبيوتر. اكيد. تمام. اختاروا يا جماعة المكان المناسب، اختاروا الدكتور الشاطر هيعمل لكم الزرعة المظبوطة في مكانها المظبوط، هتوصلوا للزرعة التمام تمام المظبوطة والنتيجة تمام اللي انتوا عايزينها. تمام دكتور كلمينا عن الأجهزة اللي عندك الموجودة في المركز بتاعك المستخدمة طبعا. في عملية الزراعة تفصيليا. ما هو طبعا احنا لازم يكون عندنا اكس راي، تمام، عشان بناخد كل دريل اللي بنعمله بناخد اكس راي بيوضح لنا توضحي، لو توضحي جهاز للمشاهدين كده. الاشعه ده، تمام يعني كده. الكوم بيم طبعا الجهاز بتاعه طبعا له مراكز كبيره ونعمل لها تمام. ريفير، بنعمل لها ريفير، انما جهاز الاشعه تمام لازم اخد، مش لازم وانا بزرع اكون موازيه للسنه اللي جنبي اللي جنب اللي انا بزرع لها، فبنحط بارالل بين وناخد فيلم اشعه واحنا في العمليه بحيث نتاكد ان احنا ماشيين مظبوط. تمام، دي اول ستيب الاشعه. تمام. طبعا الاشعه مهمه جدا. تمام. مع الاجهزه التانية يعني الموتور بتاع زي الامبلانت. تمام، تمام. زي وايه تاني؟ خلاص كده. لا ما هم دول بس، وشويه الصواميل بتاعنا والمفكات خلاص احنا، يا جماعه الموضوع الربط بسيط، بص انا والراتشت عماله اسال وده لان والكفر الموضوع سكرو، بسيط سكرو كله سكرو، كله مسامير. بامر الله. طيب زراعه الاسنان هل ليها عمر معين؟ لا هي ابتداء من مثلا 18 سنه ما ينفعش نعمل قبل كده. تمام. ليه بقى؟ عشان دي كده بنأثر على نمو العظم، يعني لسه في جروينج سنتر ما قفلتش، فاحنا من نمو عظم الفك قبل كده لا ما ينفعش. تمام. من 18 بقى حد ما شاء الله نهايه العمر، يعني ملهاش تمام. ليميت فوق، ماكسيمم ملهاش. مين الأشخاص اللي نقول ما ينفعش يعملوا زراعة أسنان؟ سؤال حلو جدا. طبعا اول حاجه الدايابيتك ان كنترول، السكر اللي مش متظبط، يعني ما يجي لي المريض مثلا الاقي اللثه مورمه، في كالكولس كتير، بياكل نشويات وسكريات، السكر بتاعه 400 500، ده طبعا لا استبعديه، لان وايه تاني؟ في هيفي سموكر، الناس اللي بتدخن بطريقه كتير. كتير شره في التدخين، التدخين بيشتغل جدا على السنان، لانه هيقلل عمليه الاوسيو انتجريشن. الالتحام. ايوه تمام. فمش هي مش هيلتحم قوي بالعظم زي المريض الهيلسي. تمام. تمام. في لو في مهشاشه عظام، يعني البون دينستي قليله خالص، معلش مش هيمسك قوي، يعني الخليه العظميه فيها مشكله فالاول. طبعا دول كلهم بنزرعهم، بس بنعالج السبب اللي خلانا ما نزرعش تمام. الاول، بيتعالج اوكي نزرع. قولي لنا يا دكتور ازاي نعتني باسناننا عشان ما نلجاش للزراعه طبعا والسلسله المتتاليه دي. اجمل حاجه بقى طبعا الوقايه خير من العلاج. تمام. تمام. زي ما بيقولوا. طبعا لازم اول حاجه فرشه ومعجون، ده اهم حاجه المفروض الفرشه صديقه والمعجون. يعني صديقه الانسان، 3 مرات بعد كل وجبه، والاستخدام الام الصحيح. بتعود الطفل من طبعا وهو صغير. انا طبعا مامتي ربنا يبارك فيها كده طبعا. بتتفرج علينا دلوقتي، صباح الفل. صباح هي الخير اللي يا طبعا. بتعود الطفل ان هو طبعا يعتني باسنانه. طبعا، والاستخدام الصحيح للفرشه، لان ممكن استخدام خاطئ بالظبط. يدمر يجيب ازاي مشاكل، بقى الاستخدام الصحيح؟ احنا بنعمل اللي هو كده الصف كده، قولي لنا بقى. اللي فوق من فوق لتحت باتجاه اللثه. تمام. الصف اللي تحت من تحت لفوق كده باتجاه اللثه. كده كده وكده والسطح كده بتاع كده. الضروس لازم يتاخد الاكلوزه للسطح ومن جوه طبعا، وطبعا لازم في عنايه للسان. تمام، عشان في ازاي البكتيريا بنعتني والفطريات، باللسان؟ في فرشه مخصوصه للسان بتنظفه. تمام. بعد ده الاسلك بيغنينا عن امراض كتيره ممكن طبعا تيجي طبعا. للفم. طبعا مع كمان الدنتال فلوس مهمه جدا جدا جدا، الناس اللي عندها جيوب، لانه لو ما تعالجتش بيحصل تسوسات جانبيه.
تمام تمام، وطبعا الغسول اليومي يعني اللي هو بعد الفرشة والمعجون. تمام. تمام طيب خيط الأسنان وأهميته. طبعا بيشيل لو في بقايا، يعني الفرشة بتشيل 60% من بقايا الأسنان، تمام. الدنتال فلوس بقى بيشيل الباقي طبعا، تمام ده يعني ماكسيموم تنظيف يعني. تمام طيب في البعض بيبقى جارح، المفروض نستخدمه ازاي؟ هو بيبقى لا حاد جدا. قوة خفيفة، سلايد فورس، مش من نعملش قوي كده بحيث ان احنا ما نلهبش اللثة. طيب تمام تمام قولي لنا دكتور ازاي نعتني بأسناننا غير الفرشة والمعجون، نعمل ايه تاني؟ على طول بالنسبة طبعا في، للأكل اللي احنا بناكله، البيبسي والشوكولات لا والشيبسي نستبعد ايه؟ الكلام. بصي، هو الأول أكل صحي متوازن، رياضة، ده كده احنا أكل ضمننا صحي وكالسيوم هيأسس السنين طبعا نفسها. طبعا طبعا. متوازن، فاكهة، خضار، فايبرس فود كتير، بلاش ستيكي فود، بلاش أي مياه غازية، الكلام ده كله طبعا بيضر الأسنان، تمام، بيأثر عليها. بيؤدي لمشكلة اصفرار الأسنان. وبعدين هقول لحضرتك على حاجة، لو المريض كل فعلا زي بره مصر بيغسل بيروح لدكتور السنان كل 6 شهور، دي المتابعة الدورية دي أكيد هنتكلم صدقيني فيها. لو في بداية تسوس احنا بنلحقها، يعني بدل ما يجيب لي ماسيف بروبلم بعد كده، لا انا بالظبط، بلحق المشكلة في الأول. الحقوا يا جماعة، مش عارفة ليه بالذات تخصص الأسنان ده لا ناخد مسكن، لا بيخاف يروح اكبر لدكتور أسنان غلط، ما خلاص هو ما بقاش في المشكلة دين ستيل جامد. شغالة بتتدهور، الحالة بتجيلي المرحلة طبعا زي برضو الخلع، يعني مثلا جاي مريض عنده خراج وخلاص استنى لحد ما السنة اتلخلخت خالص، فبنضطر دي بقى من الحالات اللي لازم نخلع ونستنى نعالج الالتهابات اللي عنده ونزرع فيها أهمية بجانب تاني الزيارة الزراعة. الدورية لطبيب الأسنان طبعا مهمة جدا جدا جدا، في إيه؟ بتعرفه في قوليلي. مشاكل، بتعرفه ايه المشاكل اللي في بقه. تمام، بنعمل مثلا تنظيف الأسنان اللي هو البليتشنج المفروض العادي مع نعمله كل قد إيه؟ 6 شهور، من 6 شهور لسنة، ولو في ترسبات جيرية لازم نعمل لها كحت وتنظيف. تمام. تمام طيب اصفرار الأسنان طبعا. في أسبابه إيه؟ جهاز عندي جميل جدا 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 بال الليزر، زوم، جهاز الزوم ده بليتشنج رائع رائع رائع. نتكلم بقى عنه تفصيليا، معانا وقت لسه. ده حسب، بصي هو في تبييض بيبقى كيميكال، ده انا ما بحبوش لانه ده بيأذي فعلا، بيأذي السنة، ليه بقى؟ بيبيضها قولي جدا. لنا عبارة عن ايه هو كيميكال، وبيعمل ايه؟ كيميكالز بتدخل بتعمل زي مايكرو بورس في السنين، يعني بتلاقيها حاجات ثقوب ثقوب. بسيطة فيما بعد بتعمل مشاكل، تمام فدي ما بنحبهاش. احنا نتكلم بقى على الجل اللي هو بتاع التبييض اللي مناسب جدا وامن جدا 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 على السنين، ده طبعا جل ما بيعملش اي مشاكل ولا مايكرو بورس ولا اي حاجه، وبيدخل بس في سطح السنه يشيل الصبغه الصفراء ويخرج والدنيا تمام، تمام ونغسله الدنيا تمام. ده سهل جدا وآمن. طب طبعا بالنسبة لتنظيف وتبييض الأسنان بالليزر، تبييض الأسنان ما بالليزر. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الجل. تمام، بنحطه المريض بكل نص ساعه، بنعمله بنغسله ونحط تاني. تمام، وبيقعد على الجهاز ساعه ساعه ونص تحت الجهاز قولي لنا الليزر. بقى تقريبا دوت هيبقى آخر سؤال معانا، اتفضلي. نصائح للسادة المشاهدين إزاي يعتنوا بأسنانهم. هي النصيحة الأولى طبعا الفرشة والمعجون، تمام، أكل صحي، لو كان سويتس بالليل لازم 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 ما نكسلش ونقوم نغسل سناننا. بتعمل ايه السويتش دي جوه السنين؟ قولي لهم عشان بصي يبقوا. يا خلاص، بتعمل ايه؟ إن الضروس والأسنان فيها تجاعيد، دي خلقة ربنا، يعني التشريح بتاع السنة فيه تجاعيد، فالسويتس دي السكريات والنشويات بيدخلوا في الجروفز دي، تمام، ويفضلوا لتاني يوم خلال 8 ساعات يكونوا يعني أحماض، كونوا أحماض، والأحماض كلت في سطح السنة، تمام، فده التسوس، دي بداية تسوس. دي بداية المشكلة، بداية المشاكل بقى اللي بتيجي بعد أيوه كده. بعد كده بيبقى تسوس، بعد كده خلع، بعد كده ايوه زراعة. وبنصح طبعا الاهالي لو في الاطفال فيهم اي مشاكل، اي حاجه مضايقه، المفروض يتوجهوا على طول لطبيب الاسنان اللي هي ونعلمهم ان هم يهتموا باسنانهم وينظفوا ايوه، اسنانهم ازاي. لان في اطفال كتير يعني بشوفهم كبار ماشيين مصين عاده مص الاصبع، اكبر غلط دي مشكلة جامدة. طبعا طبعا سببها ايه؟ طبعا، من هو بيبي اتعود ان هو مامته المفروض هو بيشيل الموضوع ده، لا زاد زاد زاد، بتبقى بتبقى مصاحبة لبعد للطفل. الفطام، أنا ايوه بلاحظها. تمام. فالفكره احنا في بحل بسيط جدا، جهاز بسيط من اجهزه التقويم بنحطه بيمنع الصباع ان هو يدخل جوه الفم اصلا. قولي لنا ايه الجهاز ده؟ انت هتحلي مشكلة الأمهات كتير قوي. اللي هو جهاز صامب ساكينج، يعني انهبت الصامب ساكينج، تمام، فخلاص كده وضحي للناس. حاجه بسيطه، يعني حاجه انا
يا ريتني بس كنت محضرة لا صورة في حلقات للموضوع. تانية وفي شغل تاني بإذن الله إن شاء بيبقى ربنا. حاجة زي بتشوك كده، جهاز بيتحط في سقف البق، تمام، وبيبقى فيه زي بنز كده على الشوك، بيجي يدخل صباعه مش بيعرف، بيتعور، بيتشك، فبيبعد بعد قد ايه بقى الموضوع ده بيتمنع عنه؟ بالظبط يعني 2 3 شهر خلاص بيبطل العادة مصل الأصبع، تمام. تمام. ممكن تقول لنا مشكلة اصفرار الأسنان، رائحة، احنا اتكلمنا في اصفرار الأسنان، نقول رائحة الفم الكريهة رائحة، سببها ايه؟ لا ليها أسباب كتيرة جدا، منها اتفضلي. تكوين الجير. أنا بزعل قوي لما أجي أقول للمريض عندك كم كالكولس كبير، ده لازم يتشال. حضرتك إزاي يعني؟ يقول لي لا سيبيه، اوعي تشيليه، ده هو ده اللي سند ساند السنة. السنين السنة ده ده شائعة عند طبعا كل الناس، أكبر غلط، أكبر. واللي بيعمل تنظيف بيحس كده بفراغ، يا جماعة ده لا ما الشكل هيحصل الطبيعي. هيلينج بعد كده ما بين الجنجفا والسنة، يعني ده بس فترة مؤقتة، 2 3 بعد قد ايه؟ يومين ثلاثة ويحصل التئام لسه سريعة جدا في النهاية. إنما لو سبنا الكالكولاس ده هيعمل التهاب لسه شديد جدا، يعمل بون ريزوربشن، العظم يدوب حوالين السنة، يلاقي هو سنه صغير، السنة بتلخلخ. أكيد. تمام بشكرك جدا يا دكتور، حبيبتي، للأسف وقت فقرتنا حبيبتي خلص، هيبقى لينا ميرسي. لقاءات كتيرة هنتكلم عن صحة الفم والأسنان. بشكركم. الفقرة الأولى من صنع السعادة خلصت، بس في فقرة تانية مميزة جدا مع زميلتي عبير عبد الله، تابعوها، اهتموا بصحة أسنانكم، حافظوا على المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان، صحة الأسنان مرتبطة بصحة الجسم الكامل. بشكركم جدا.